السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله الجماعه بخير. النهارده الفيديو يعتبر من سلسله اول مره اجرب. دي سلسله بنجرب فيها مع بعض حاجات اول مره اختبرها واجربها عن نفسي. غالبا جدا الحاجات دي بتكون ملهاش علاقه بالموبايلات، ولكن النهارده انا متحمس جدا عشان معانا فعليا موبايلات من شركه انا اول مره استخدم موبايلاتها اول مره. من فتره طويله جدا وانا بيجي لي اسئله وطلبات، ليه ما بتعملش ريفيوهات؟ ليه ما بتتكلمش عن موبايلات الشركه دي؟ بتقدر تاخد هنت من اللون الاخضر النهارده. النهارده يا جماعه اخيرا ولاول مره على القناه عندنا موبايلات من انفينكس، حاجه اكيد نادره جدا يقدر لنا في القناه موبايلات من شركه ما جربناش منها حاجه قبل كده. عشان كده انا متحمس فعليا. النهارده معانا النوت 11 والنوت 11 برو من انفينكس. دي سلسله النوت 11 الجديده، في موبايل ثالث كمان نوت 11 اس على فكره. هحكي لكم حالا طبعاتي مع زي التجربه الاولى، واكيد انتم متحمسين معايا طبعا. ما تنسوش لايك عنيف، ما تنسوش تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان يا جماعه 3 مليون قربت جدا. خلينا نبدا مع انبوكسنج سريع للنوت 11 والنوت 11 برو. زي ما شايفين في حاجات كتير بتيجي جوه العلب. طبعا ده اللي جانب ال11، ده اللي جانب ال11 برو. عندك كفر لطيف جدا بصراحه ال11، مكتوب عليه ناو، شكله كول. عندك شاحن سريع جدا نتكلم عليه بعد شويه، سماعات، كيبل، وعندك كمان استغرب اول ما شفت ده ما فهمتش ايه ده، طلع زي شكل كده 1 دولار بيدخلك للاكس كلاب، حاجه كده تبع انفينكس لطيفه ليك مميزات وحاجات زي كده. والجانب الثاني عندك نفس الموضوع، ولكن عندك هنا كيس شفافه عاديه من السيليكون للبرو. وطبعا اكيد عندنا النوت 11 والنوت 11 برو، شكلهم بصراحه زي ما شايفين من النظره الاولى شكلهم كول جدا، واللي تعتبر من عائله البادجت فونز او اللور ميد رينج، ولكن التصميم لا يوحي بكده اطلاقا. موبايلات شكلها شياكه وشكلها مختلف. كل واحد من الاجهزه دي بيحاول يقدم لك كتير من الامكانيات المفاجئه على فئه السعر بتاعت الجهاز. يعني الاسعار هنا تعتبر فعلا منافسه جدا، واتفاجئت بشويه حاجات ما توقعتش انها تكون موجوده في الموبايلين دول. خلينا اول نكمل الكلام عن التصميم هنا، عشان لغه التصميم مختلفه بين الاثنين وعجباني جدا بصراحه في ال11. الانفينكس نوت 11 زي ما انتم شايفين بيجي مع ظهر فلات تماما، مفيش اي كيرفات ولا انحناءات، ظهر مسطح، ونفس الكلام على الفريم اللي بيجي فلات، وده احساس لطيف صراحه، بيدي الموبايل شكل مودرن كده ولطيف. والبروز بتاع الكاميرا مش كبير اطلاقا، وبرده لايق مع تصميم الجهاز. اللون ده كمان مش سيء، انا عامه ماليش في اللون الابيض، ولكن اللون ده تقريبا اسمه ايس او حاجه ايس، شكله كول بيتدرج كده ومطفي مات، فمش بتعلم عليه البصمات بسهوله اطلاقا. عندك على فكره كمان مدخل 3.5 مللي موجود من تحت، وكل حاجه هنا مصنوعه من البلاستيك، ودي حاجه اكيد متوقعه مع هذه الفئه السعريه. بس مع ذلك الموبايل احساسه في ايد كويس جدا، سوليد، ما حسيتش باي حاجه تعبانه، وبصراحه شكله من ظهر الشاشه زي ما قلت لكم. الحاجه اللي غير متوقعه هنا بقى هتلاقيها في الشاشه. بس قبل ما نتكلم على شاشه ال11، خلينا نتكلم الاول على تصميم ال11 برو. الموبايل ده اول حاجه هتلاحظها ان هو عملاق، الموبايل ده كبير، لو انت بتحب الموبايلات الكبيره ده هيعجبك جدا، الموبايل فعلا ضخم من غير يعني ما يكون حاجه اوفر للدرجه. الظهر مصنوع برده من البلاستيك مات، لكن بيدي الاشاعات زي ما انتم شايفين حسب الاضاءه، برده مش بتعلم عليه بصمات بسهوله، وبرده مستطيل الكاميرات اولموست شبه ال11 العادي، وبرده ملوش بروز كبير. بس هنا في انحناءات، مفيش الشكل الفلات الموجود في ال11، في الانحناءات التقليديه، الفريم برده جايب دورانات خفيفه هنا، الشكل المعتاد اكتر. في رايي تصميم ال11 احلى يعتبر او مميز اكتر. عامه الموبايلين مصنوعين كويس، وجانب التصميم ده اكيد حاجه ذوقيه، ولكن اكبر فرق اساسي بقى هتبدا تلاحظه بين الموبايلين هنا هيكون في الشاشه. كل واحد فيهم فيه حاجه مميزه جدا. اول فرق اساسي هتلاحظه اكيد في الشاشات هو الحجم. النوت 11 بيجي مع شاشه 6.7 انش، وتشيز حجم مش سيء اطلاقا. النوت 11 برو بيجي مع شاشه عملاقه 6.95، يعني اولموست داخل على 7 انش هنا، وده سبب اكيد الموبايل عملاق زي ما حكيت لكم في الاول، لكن انت بتحب تتفرج على افلام وما الى ذلك ده هيكون حجم لطيف جدا. فرق اساسي تاني في التصميم والشكل هو شكل النوتش او الفتحه. هنا عندك فتحه في الشاشه شكل مودرن اكتر، هنا عندك الانفينيتي يو نوتش الشكل القديم شويه، ولكن بصراحه اوكي ما شكلوش سيء هنا. الموبايلين بيدوك تجربه مشاهده لطيفه جدا. الريزولوشن هنا في الموبايلين فول اتش دي بلس، ودي حاجه كويسه. الفرق الاساسي هنا في طريقه تصنيع الشاشات فعليا، سيبك من الحجم وسيبك من الشكل. النوت 11 العادي بيديك شاشه اموليد، دي حاجه اكيد ما تعتبرش منتشره على فئه سعر الموبايل هنا. وتجربه المشاهده بصراحه طبعا مع الاموليد زي ما انتم عارفين الوان مشبعه جدا، الاسود اسود تماما مع بيكسلز مطفيه، الشاشه شكلها لطيف جدا زي ما شايفين، الالوان شكلها ممتاز. تجربه المشاهده مع افلام وجيمز وما الى ذلك هنا تمام جدا. على الجانب الاخر النوت 11 برو بيجي مع شاشه عملاقه زي ما قلنا، ولكن هنا من نوع اي بي اس ال سي دي. الالوان مسالت كويسه، ولكن اكيد في جانب الاموليد انا افضلها اكتر، وحسيت ان الاضاءه تعتبر يمكن اقل شويه في اشعه الشمس المباشره، ولكن مسالت مع الشاشه العملاقه بتحس التجربه لطيفه جدا. عندك شاشه اولموست 7 انش هنا. بس النوت 11 برو ال سي دي، ولكن عنده تريكه هنا، وان الشاشه دي 120 هرتز. النوت 11 العادي الشاشه فيه 60 هرتز الشاشه التقليديه،
هنا LCD 120 ودي حاجة طبعا بتحسسك بسلاسة اكتر. انت ممكن تسيبها شغالة على 120 على طول او 60 على طول اذا عايز توفر في بطارية مثلا، او تخليها اوتو سويتش يحاول حسب الحاجة اللي بتعملها. انا نفسي بسيبها دايما على 120. طبعا احساس ال 120 لطيف جدا، السلاسة في التقليب في الهوم سكرينز وانت بتقلب في اي حاجة، بتقلب في منيوز او بتقلب في الادرور جوه الابليكيشنز، في اي حاجة بتعملها فعليا بتحس بسرعة اكتر. فدي ميزة اللي هتاخدها مع البرو هنا، ولكن قصادها هتاخد الوان احسن وتشبع اضاءة احسن في جانب ال11 العادي. في ملاحظة لكم عليها ان الموبايلين جم بسكرين بروتكتور محطوط على الشاشة، وانا اللي شلته عشان انا بحبش استخدمه، وال11 برو بيجي معاه كمان واحد اضافي جوه العلبة دي، بس حاجة عشان تبقوا عارفين. الحاجة المميزة جدا بقى في الموبايلين هنا موجودة في الاثنين هي السماعات. عندك هنا سماعات ستيريو في الموبايلين، دي حاجة انا معجب بيها جدا، واللطيف ان الصوت مش اي كلام، صوت فعلا كويس جدا، والستيريو افكت واضح. السماعة اللي فوق هنا بتطلع صوت عالي، مش حاجة كده مساعدة وخلاص، صوتها كويس جدا، والسماعة دي مكانها مظبوط موجود فوق، فمسكتك الموبايل بتديك تجربة صوتية ممتازة. شيء ممكن يكون متوقع على 11 برو، ولكن مع النوت 11 العادي انا سعيد جدا الاضافة دي موجودة هنا، واكيد بتكمل جدا كمان الشاشة. الموبايلين بيعتمدوا على بصمة موجودة في زرار الباور هنا، حسيت مكانها يعتبر منخفض شويه في ال11 العادي، حسيت ان انا محتاج اوطي اصبع شويه عشان اشغلها، بس يمكن انا ايدي كبيره شويه. والمهم ان البصمه بتشتغل بسرعه جدا، مجرد لمسه على زرار الباور بتشتغل مباشره كل مره. اوكي، خلينا نتكلم دلوقتي بقى على المواصفات الداخليه لكل جهاز. الموبايلين بيعتمدوا على معالجات من شركه ميديا تك، فعندك هيليو جي 88 في الانفينكس نوت 11، وعندك هيليو جي 96 في النوت 11 برو. المعالجات دي هم الاثنين 12 نانومتر، وبالنسبه للرام فعندك 4 جيجا في الانفينكس نوت 11 مع 128 جيجا ذاكره داخليه، ونوت 11 برو هيديك 8 جيجا رام مع ذاكره داخليه برضو 128 جيجا. الموبايلين على فكره بينزلوا مع اندرويد 11، وطبعا بيجي لك سكين هنا من انفينكس. السكين ده اسمه او اس اكس، انا اول مره اجربه على فكره، وده الجيل العاشر هنا من السكين ده، ويعتبر فيه حاجات كتير اضافيه فوق اندرويد الستوك. زي ما شايفين او اس اكس شكله مختلف عن التقليدي شويه، او على حد علمنا يعني، شكل الفولدرز غير، شكل الايكونز مختلف، شكله كول بصراحه مش سيء، ولكن بعيد عن الستوك اندرويد شويه. من ناحيه هنا تفتح الكويك سيتنجز شكلها فيوتشرستيك ومستقبلي كده مختلف، ومن ناحيه الثانيه تقدر توصل للنوتيفيكيشنز بتاعتك. طبعا عندك الاب درور والدارك مود، كل حاجه في اوبشنز كتير جدا، وفي ابلكيشنز متضافه من اول ما تفتح الجهاز، تقدر طبعا تستخدمها او لا حسب ما انت عايز. بس عامه الاداء في الانفينكس نوت 11 مش سيء اطلاقا. طبعا كل حاجه سلسة سريعة على قد الموبايل، طبعا مش فلاج ليفل، ولكن ما قابلتنيش مشاكل. تفتح ابلكيشنز تفتح بسرعة، مفيش حاجة بتقعد تستناها، تقدر تقلب بسرعة، تفتح ابلكيشن تانية تطلع منها، تفتح حاجة تالتة، وانك تعمل مالتي تاسكينج وكده، كل حاجة زي ما شايفين تمام جدا، مفيش مشاكل هنا. طبعا نفس الكلام عن النوت 11 برو، بس هناك يعتبر أقوى شوية، وده بسبب ينفع تلعب جيمز على النوت 11. خليني أقول لك كول أوف ديوتي بتشتغل معاك مثلا على الميديم، وصراحة التجربة زي ما شايفين سلسة، مفيش أي مشاكل إطلاقا، لأن الجيم شغالة كويس جدا مع الشاشه الاولد مع السماعات الاستيريو. تجربه الجيمنج هنا لطيفه جدا، ما بتجيش معاها مشاكل، على سعر الموبايل بصراحه تعتبر تمام. وطبعا مع ال11 برو عندك شاشه اكبر، اذا انت بقى بتستخدم 3 4 صوابع على شاشه وحاجات زي كده، برضه هتاخد تجربه اوسع شويه. الحاجه اللطيفه كمان الموبايلين بيجوا على بطاريه 5000 ملي امبير، ده حجم محترم جدا ومش محسوس قوي في السمك هنا، والتجربه هتقعد معاك اليوم بسهوله جدا اذا استخدامك خفيف، ممكن تخش كمان في اليوم الثاني اذا عايز سكرين اون تايم يوصل معاك 7 8 ساعات مثلا. اللطيف كمان البطاريه الكبيره دي بتتشحن بسرعه نسبيا. الموبايلين بيجوا معاهم جوه العلبه شاحن 33 واط، دي حاجه كويسه جدا، بيشحنك البطاريه من 0% تقريبا حوالي ساعه ونص او اقل حاجه بسيطه، ودي حاجه كويسه على بطاريه 5000 ملي. وبالنسبه للكاميرات فالانفينكس نوت 11 بيجي مع كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، رقم محترم برضه على سعر الموبايل. الكاميرات اللي تحت دي مش هتستخدمها قوي، كاميرا عمق وكاميرا ثانيه كاميرا ذكاء صناعي. النوت 11 برو بيجي مع كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل، معاها كاميرا زوم 13 ميجا بكسل بتديك 2x وحد 30x كمان ديجيتال اذا عايز، وفي كاميرا ديبث 2 ميجا بكسل. ادي اضاءه كويسه للموبايلين بصراحه، تاخد نتائج تعتبر مقبوله. الصور فيها تفاصيل، فيها نسبه تفاصيل، فيها وضوح، فيها شاربنس، وال HDR مش رايح في ده يعني، شغال معاك كويس. طبعا مش هتاخد يعني تجربه فلاج شيب، ولكن بصراحه بتأدي الغرض جدا من غير مشاكل. استغربت ان وجود كاميرا زوم مش كاميرا الترا وايد في البرو بصراحه، بتديك 2x شكلها مختلف شويه عن الكاميرا الاساسيه من ناحيه الالوان، ولكن يمشي حالها. اذا هتزود بعد كده طبعا هيكون ديجيتال، 30x ديجيتال قوي شكله يعني، يا دوبك كده حاجه واضحه، لحد اقول 6 7 يمشي حاله. كاميرا السيلفي في الموبايلين المفروض انها واحده 16 ميجا بكسل، لكن في فرق في معالجه الصور بين الاثنين نتيجه طبعا اختلاف البروسيسور وما الى ذلك. الكاميرا في الاثنين بصراحه ماشي حالها، نتائج الصور سيلفيز مش سيئه،
انا اميل بصراحه يمكن الليفن شكل السيرفيس فيه معالجه الصور الطف شويه. كان يكون وصلنا للاسعار الانفينكس نوت 11 سعره حوالي 3400 جنيه ما يعادل تقريبا حوالي 215 دولار، ده سعر يعتبر كويس جدا. اما النوت 11 برو فسعره حوالي 4250 جنيه ما يعادل تقريبا 270 دولار، وده برضه سعر كويس جدا. الاسعار تعتبر منافسه جدا على كميه المميزات الموجوده هنا. شاشه 120 هرتز، شاشه اموليد، امكانيات لطيفه تقدر تلعب بيهم جيمز، عندك سماعات ستيريو، في حاجات كتير بصراحه كويسه جدا على الموبايلات هنا، والتصميم كان مش سيء اطلاقا. خلي بالك البري اوردر والحاجات دي تقريبا بتاخد معاك كمان السماعه اللي هي XE20، فخلي عينك برضو على العروض والحاجات اللي بتقدمها انفينكس عشان الطلب المسبق وما الى ذلك. بشكل عام التجربه الاولى مع انفينكس اكيد اعتبرها تجربه ايجابيه، وعائله النوت 11 بصراحه شايفها اوبشن لطيف جدا لو انت بتدور على موبايلات جديده في السوق. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عنيف، في تشترك في القناه، شغل جرس التنبيهات عشان تعرف الفيديوهات الجديده اول باول، ريت كمان تابعونا على انستغرام فيسبوك تويتر، لو كلها تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.